التوقيت الفوربي تونس من ناحية الاستثمار ومن ناحية التشغيل، وتشجعنا يعني بطبيعة يعني مساعدة الأطراف كلها يعني ترابايا جديد، وعملنا المشروع هذا باش نهضروا به مثلا للمستثمر الأجنبي. المستثمر الأجنبي يقول لك أنت يعني أنت من البلاد باش تستثمر فيها باش تحبوها تستثمر، وجربنا وقدمنا من منطلق يعني وطني ماهوش من منطلق تجاري وماهوش من منطلق حاجة أخرى. تعرف المشاريع الاستثمارية والتبريدين تاعها ماهيش فورية تاخذ برشا وقت. احنا في الوطنية بتاعنا عملنا مشروع هذايا باش نعاونوا بلادنا، لأن بلادنا تمر بظروف صعيبة وما يقفش بلادنا. أنا ديما نقولها يعني كل شيء نجم تبدله في حياتك إلا الوطن بتاعك مش تبدله. الوطن بتاعنا تونس يعني من اعز البلدان في العالم، وربي يعني اعطانا الخير كل فيها، دونك احنا لازمنا نحافظوا عليها. المنطقة هذه بعد المشروع هذا اللي هو يعني تعرفوا ولايه سفاقس يعني ولايه مهمشه كولايه المناطق الداخليه الكل، استثمرنا فيها بحكم يعني معرفتنا لها وبحكم قربنا لها. يعني جينا نشوف ضربوا يعني ولاية سفاقس فيها قرابة 1,200,000 شخص، يعني تتقرب إلى أبسط يعني البنية التحتية، يعني من فنادق من طرقات من غناطق من كذا كذا. وسفاقس يعني جينا نشوف ضربوا فيها 2,712 ولاية سفاقس، يعني قرابة في المحرز في الواحد 2,712 اللي تم اوتيل اسمه دار جربة في 3,000 دونك عاصمة يعني ولاية في ولاية سفاقس، يعني ماهوش معقول يعني فيها 2,712 دونك المنطلق هذايا عملنا البروجي هذا اللي هو متعلق يعني بالتنمية عن طريق الفرونت يعني اللي يجي لسفاقس الصناعة واللي يجي لسفاقس المعارض واللي يجي لسفاقس باش يقدم خدمة للجهة دونك لازم يلقى حتى أدنى متاع رفاهة ومتاع خدمات. المنطلق هذايا يعني عملنا يعني المدن هذايا اللي فيها 5 نجوم، يعني فيه 22 فرش، فيه يعني سونتر دو كونغري، يعني فيه احدى التكنولوجيا تاع يعني الاتصالات تاع الويفي والانترنت، عملنا فيه كيف 6 قاعات اجتماعات اخرى مع السونتر دو كونغري. يعني عملنا فيه بالطبيعة يعني مطاعم، فيه السبا، فيه البيسين، فيه يعني فيه كل ما يطلب يعني لرجل الأعمال ولا الشركات والدوائر المحلية أو الدولية.